لا لا رهيب. التوبيك اللي هنتكلم عنه دلوقتي تريبل اي. ايه تريبل اي ده؟ اختصار ايه؟ اوثنتيكيشن، اوثرايزيشن، اكاونتنج. يعني ايه؟ نشرح الاول اكزامبل كده كنا شرحناه في اول الكورس خالص. هفترض دلوقتي ان انا عندي راوتر وفي يوزر المفروض ان هو هيلوجن على الراوتر ده. ادمن المفروض ان هو هيلوجن على مين؟ على الراوتر ده. تمام. احنا اللي اخدناه في الكورس بتاعنا ان احنا كريتنا لوكال داتابيز على الراوتر. يعني ايه؟ كريت يوزر اسم عبير. اليوزر ده لما يجي يدخل على الراوتر سواء عن طريق كابل الكونسول سواء عن طريق التلنت سواء عن طريق الاوكسيلري، فبيكتب اليوزر نيم والباسورد اللي موجودين لوكالي على الراوتر. كنا قلنا ان في مكان تاني ممكن ان انا اظبط عليه اليوزر نيم والباسورد، اللي هما فين؟ ممكن ان انا اظبطهم على ريموت سيرفر. اظبطهم على ايه؟ ريموت سيرفر. السيرفر ده ممكن يكون تاكاكس بلس سيرفر، او ممكن يكون ريد اي اس. ايوه، او ممكن يكون ماشي. تسلم يا الله يكرمك، شكرا يا او ممكن يكون ايه؟ ريجستر. انا عارف الفرق ما بين البروتوكولات دي النهارده ان شاء الله. تمام. بالمناسبه صحيح ممكن يكون كمان اكتف دايركتوري، مش شرط ان هو يكون تاكاكس او ريديس، ممكن يكون بروتوكول الكيربروس. فاكر الكيربروس؟ احنا عملناه قبل كده بس على اللينكس. او عملنا يا ربي عملنا الريديس بس شرحنا الكيربروس بسرعه كده ان هو بروتوكول اوثنتيكيشن هو كمان. تمام. المهم اللي هنعمله النهارده ان شاء الله ان انا هجيب سوفت وير لسيسكو بتاع سيسكو اللي خاصة بسيسكو اسمه ACS. السوفت وير ده هسطبه على مكان الفي ام وير، او انا كده كده كنت مسطباه من كام يوم عشان كنت بشرحه امبارح. تمام. انا مجهز المكنه بتاعت ACS، هبقى اوريك حتى ازاي بتنستولها باذن الله. هي بيست على لينكس، التصنيف بتاعها شبه لينكس بالظبط، وملف لايسنس فرايل. تمام. حولت كده الجهاز بتاعي لايه؟ ل ACS سيرفر. ايه الاي سي اس سيرفر ده؟ اتفقنا تاني ان الداتا بيز بدل ما تبقى موجوده لوكالي على الراوتر هتبقى موجوده على السيرفر. تمام. طب كنت سالتك بقى قبل كده انهي سيناريو افضل، ان اعمل الداتا بيز دي لوكالي على الراوتر ولا ان انا اعملها على الاي سي اس سيرفر؟ لا، على الاي سي اس سيرفر. فكرتني كده. طب ليه على الاي سي اس؟ يعني ممكن تكون عشان السكيورتي مثلا. لا، كنا قلنا على حسب الانتربرايز اللي انا شغاله فيه. بمعنى لو انا شغاله في سمول بزنس ريكومندد، لو انا مثلا يعني الشركه اللي انا شغاله فيها فيها 5-6 راوتر وجي ادمن جديد يشتغل معانا، مفيش مشكله ان انا الف على 5-6 راوتر واعمل عليهم الداتا بيز دي. تمام. لكن لو انا شغاله في انتربرايز كبيره فيها 200 راوتر، انا مش هكون لما يجي لي ادمن الف على 200 راوتر وابدا ان انا اكريت له اكونت. ممكن معاشا، بس السيناريو ده بالظبط بنفس الكلام احنا كنا شرحناه ايام ما كنا بنتعلم انواع الباسورد بتاع الراوتر. ايام ما كنا بنشرح يعني ايه كلمه لوجن لوكال، لان في اوبشن النهارده هنستخدمه تاني خالص بقى. تمام. ان الداتا بيس هتبقى موجوده فين؟ على السيرفر. امتى تاني؟ لما اكون انا شغاله في انترفايس كبيره، مثلا تي اي داتا عندها 200 راوتر على مستوى الجمهوريه، لو جه ادمن جديد مثلا في الشركه زي ما قلت لك يعني مش منطقي ان انا اقعد اتلمت على 200 راوتر واكريت له اكونت، خصوصا كمان ان الموضوع مش جاست كريت اكونت، ان انا كمان بظبط البريفليج الصلاحيات بتاعه اليوزر. تمام. اوكي. تي اي داتا عندها رز كتير فمفيش مشكله ان هي تشتري سوفت وير زي الاي سي اس، لكن لو انا شغاله في سمول بزنس 5-6 راوتر زي ما بقول لك، لا الاي سي اس سوفت وير غالي، انا مش هجيب السوفت وير ده. مفيش مشكله ان الادمن يتعب شويه ويلف على 5-6 راوتر ويعمل الاكونت ده. تمام. السيرفر ده بيساعدني ان انا اعمل اوثنتيكيشن، اوثرايزيشن، اكونتنج. ايه الفرق ما بين ثلاثه؟ اوثنتيكيشن كترجمه معناها التحقق، بمعنى احمد مسموح ليه انه يدخل على على الراوتر ولا لا. تمام. طب بعد ما دخل هعمل عليه اوثرايزيشن. يعني ايه اوثرايزيشن؟ بشوف البريفليج بتاعته الصلاحيات بتاعته، ما هو مش كل واحد زي التاني. تمام. طب ممكن كمان يساعدني ان اعمل اكاونتنج. يعني ايه؟ مراقبه. احمد بيعمل ايه؟ اجمع ستاتستكس احصائيات كل يوزر كان بيعمل ايه.
تمام. بروتوكول التريبل اي او سوري سيرفر التريبل اي ده ما كانش ظهر في الاساس عشان كده، هو قديم قوي من ايام الدايل اب. ليه؟ كان بيعملوا عن طريق اكونتات للناس اللي بتدايل اب على الراوتر من بعيد علشان تطلع انترنت. ايام ما كنا احنا بنشتغل دايل اب هو مش منطقي انه يبدا يكريت لي اكونتس على الراوتر، فكان بيكريت الاكونتس فين؟ على التريبل اي سيرفر، تمام. وساعتها الراوتر كان بيبقى اسمه الراس سيرفر، ريموت اكسس سيرفر، لان الناس زي ما اتفقنا كانت بتدايل اب على الراوتر ده، تمام كده. اوكي، ايه بقى الفرق ما بين التكاكس سيرفر والريدي سيرفر؟ التكاكس ده بروتوكول ملكيه خاصه بسيسكو، سيسكو بروبرتاري سي ام بي. ده طبعا من التوبكس الجديده اللي موجوده في المنهج، فمش هتلاقي ليها باور بوينت اصلا لغايه دلوقتي، لسه ما نزلهاش باور بوينت في السي سي ام بي على الاكونتات بتاعتنا، لسه سيسكو ما بعتتلناش حاجه. يعني السي سي ام بي هو ان اي سكيورتي وان بي، وفي الـ في الان بي مش مطلوب منك الا الاوامر بس، وفي الان اي برضه مش مطلوب منك الا الاوامر بس، احنا هنعمل لمبه كامل دلوقتي. انما الاي سي اس سيرفر لا، تصطيبه مش مطلوب عليك خالص، تمام. في الان اي سكيورتي لا، ما هيبدا يطلب منك بالكونفيجريشن بالكامل في الليفلز الاعلى بقى. اوكي، فالتوبيك ده موجود في الان بي زي ما اتفقنا، بس زي ما قلت لك ايه، مطلوب منك الكونفيجريشن بس على الراوتر يعني. ايه الفرق ما بين التكاكس والريديوس؟ الريديوس زي ما اتفقنا ده بروتوكول ايه؟ التكاكس نقصه ده بروتوكول سيسكو بروبرتاري، انما الريديوس ده بروتوكول اوبن ستاندرد. معنى كده ان عشان اقدر اشغل التكاكس ماست ان اشتغل بالطول اللي اسمها اس سي اس، ما الاس سي اس ده بتاع سيسكو، تمام. الاس سي اس هتساعدني ان انا احول السيرفر بتاعي للتكاكس والريديوس، تمام. انما الريديوس ده اوبن ستاندرد، طالما اوبن ستاندرد في كذا سيناريو بيساعدني ان انا اقوم السيرفر بتاعي للريديوس، وفي منهم السيناريوهات اساسا فور فري من غير ولا مليم، تمام. زي ما احنا عملنا قبل كده، قومنا مكنه اللينكس قومنا عليها الريديوس، كان ممكن برضو ان انا اقومه على مكنه مايكروسوفت ويندوز مايكروسوفت، احول الويندوز مايكروسوفت اصلا للريديوس سيرفر، تمام. فرق كمان ان الريديوس سيرفر بيجمع او بيكومباين عمليه الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن، لكن التكاكس بيفرق ما بينهم. يعني ايه؟ كون ان هو بيجمع ما بينهم يعني معنى كده ان السيرفر اللي هيعمل لي اوثنتيكيشن ماست ان هو يكون السيرفر اللي هيعمل لي اوثورايزيشن، لكن التكاكس بيفصل ما بينهم. ده معناه ان ممكن ان انا اخلي سيرفر تكاكس معين مثلا يعمل لي اوثنتيكيشن وسيرفر تاني خالص يعمل لي اوثورايزيشن، تمام كده. فرق كمان البورت نمبرز اللي شغال فيها. اولا الراديوس بالنسبه للاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن شغال يو دي بي على البورتات دي 1812 او 1645، لكن الاكاونتنج بيشتغل على بورت منفصل اللي هو بورت 1813 او 1646، تمام. التكاكس لا، هو كده كده شغال على بورت واحد بس اللي هو تي سي بي بورت 49، تمام. حاجه كمان، الريديوس سيرفر بينكربت اليوزر نيم والباسورد بس، بينكربت ايه؟ الباسورد بس. طب مش في ستاتستكس لو انا مشغله اكونتنج؟ مش في صلاحيات اليوزر ده بيروح يجيبها من السيرفر؟ كل ده كليف تكست. انما التكاكس لا، بيشفر الانتاير مسجز كلها، بيشفر كل حاجه، تمام. لو جينا نشوف كده الريديوس بيشتغل ازاي، في البدايه خالص الكلاينت هيبعت للناس سيرفر، الناس ده زي الريس بالظبط، يعني مسمى تاني للريس، يا اما بقول عليه ريس يا اما بقول عليه ناس، تمام. نتورك اكسس ناس اتصل ايه، نتورك اكسس سيرفر، نتورك اكسس سيرفر، تمام. الكلاينت هيبعت اليوزر نيم، انا اسفل، الكلاينت هيبقى عايز يدخل على الريس، الريس هيطلب منه اليوزر نيم، يقوم الكلاينت بعت له اليوزر نيم، يقوم الراوتر يطلب منه باسورد، الكلاينت هيبعت باسورد، هو ياخد اليوزر نيم والباسورد في الخطوه اللي بعد كده يبعتهم للتربل اي سيرفر، التربل اي سيرفر يا اما يبعت له يا اما اكسبت يا اما ريجكت. انما بالنسبه للتكاكس العمليه منفصله تماما، كل مسج لوحدها. ايه اللي هيحصل؟ في البدايه الكلاينت هيروح للناس سيرفر يقول له ها اكونكت عليك ولا لا، الناس يبعت يطلب منه يوزر نيم، يقوم الكلاينت يبعت له يوزر نيم بس من غير باسورد، يقوم السيرفر او الراوتر بتاعي يبعتهم
للتريبل ايه يبعت له اليوزر نيم. سوري ده في الاول انا اسفه، هيبعت يقول له انا عايزه كونكت، يقوم الراوتر هيبعت للتريبل ايه سيرفر بقول لك ايه في واحد عايز يكونكت، تمام؟ التريبل ايه سيرفر يرد عليه يقول له اطلب منه باسورد، يقوم الراوتر يبعت للكلاينت اديني باسورد، الكلاينت يرد بالباسورد، يقوم الراوتر يبعت الباسورد او انا اسفه اليوزر نيم، يبعت اليوزر نيم لمين؟ للتريبل اي سيرفر. يروح التريبل اي سيرفر يقول له طب اطلب منه طالما اداك يوزر نيم اطلب منه الباسورد، ده يطلب الباسورد يديله الباسورد، يروح واخد الباسورد وبعت هالي، لو الباسورد صح في الاخر يقول له اكسبت ولا ريجكت، بيفصل كل عمليه عن الثانيه، وكل مسج انتاير مسج اساسا لوحدها. تمام كده؟ ايه الميزه كل واحد يعني انهي احسن؟ التكاكس، انا افضل التكاكس. ابسط حاجه خالص زي ما قلت لك ان هو بينكربت الانتاير مسجز كلها. تمام؟ ده غير انه شغال تي سي بي مش يو دي بي، طبعا التي سي بي ريلايبل. تمام؟ بس هو عيبه سيسكو بروبرتاري، هتضطر تدفع فلوس، هتضطر تشتري السوفت وير بتاع الاي سي اس ده عشان يقوم لك الصفر. انما الريديس اي سوفت وير اساسا فور فري ممكن يشغل لك اوبن ستاندرد للريديس صفر. فعلى حسب السيناريو اللي انت شغال فيه او على حسب امكانياتك. تمام؟ نقوم بقى السيرفر كده. زي ما قلت لك السيرفر ده اساسا سوفت وير اسمه اي سي اس، انا نزلاه من على الموقع بتاع سيسكو، ونزلت برضو من على الموقع بتاعه باللايسنس، اللايسنس بتاعته اساسا ترايل لمده 90 يوم. تمام؟ التسطيب بتاعه لما اخلص كده ممكن ابقى اوريك التسطيب بتاعه عامل ازاي. ببراوز على المكنه بتاعت الايزو، هنا سي سي ان اي سيكيورتي بروجرامز. تمام؟ ده السوفت وير بتاع الاي سي اس. وبالمناسبه صحيح كان في زمان فيرجن تاني اقدم من الاي سي اس، بس ده كان سوفت وير اي اكس اي بينزل على ويندوز سيرفر 2003. تمام؟ لا اللي موجود دلوقتي دي ايزو، هي اساسا ده ملف ايزو ببراوز عليه انستليشن كامل، انستليشن لمكنه لينكس اساسا، هو بيست على سنتوس. تمام؟ فده اللي انا عملته فعلا. بص مكنه لينكس بتقوم خالص اهو فيها. تمام؟ لغايه بقى ما المكنه تقوم تعالى نجهز اللاب بتاعنا. هسحب دلوقتي راوتر 7200 عشان بس الفيرجن الجديد من الاي او اس، لانه بيفرق حاجه بسيطه جدا في السنتكس عن القديم، في ميزه احلى فيه يعني. اوكي؟ وهسحب هنا كلاود، والكلاود دي هخليها تشاور على مين؟ المكنة. على المكنة. طب المكنة انا ربطها على مين؟ لو جيت على كارت الشبكة settings، بص بيدخل على انترون ليفل 3 اهو، واخد بالك؟ انترون ليفل 3. تمام؟ لو جيت هنا على المكنة على كارت الشبكة انا ربطها على النت، على السويتش اللي اسمه نت. طب نت ده تبع مين بالظبط؟ edit virtual network editor. هلاقي ان النت ده مربوط على في نت 8. تمام؟ فهاجي هنا على الكلاود بتاعتي، كليك يمين كونفيجر، وهربطها بمين؟ بفي نت 8، لان هو ده اللي مربوط على النت، واوصل الاثنين ببعض. فاست 0 على 0 بالكلاود. تمام؟ نسر كده الانترفيسز، ونقوم الراوتر. بعد ما المكنه دي تقوم اساسا، المفروض ان انا كونكت عليها. طبعا اخر حاجه اتمناها في حياتي ان انا كونكت عليها باوامر وكريت اكونتس والكلام ده كله باوامر. تمام؟ فعشان كده هنكونكت عليها اساسا ببراوزر. تمام؟ انا مديه المكنه دي وانا بقومها وانا بعمل لها سيت اب اي بي في نفس الرينج بتاع الكارت بتاعي اللي هو في نت 8. في نت 8، في نت 8 واخد 64.1. المكنة بتاعتي انا اديت لها 64.200، والراوتر مثلا دلوقتي هديله 64 زي مثلا 201. لازم كلهم يكونوا في نفس النتورك اي دي عشان اقدر انا من جهازي انا الحقيقي امانج المكنة اللي جوه. تمام؟ وفي نفس الوقت الراوتر يبقى فيه كونكتيفيتي ما بينه وما بين الاي سي اس سيرفر. تمام؟ اليوزر نيم ادمن، الباسورد وانا بكريت المكنه عملته اسد ادوانت 3، دي مش حاجه ديفولت، ده انا عملته اصلا الانستليشن. اوكي؟
لو جيت هنا دلوقتي عايزه اتاكد السيرفر بتاعي ام ولا لا، هو بيقعد في حدود 3 4 دقائق كده على ما بيقوم عشان اتشيك فعلا ام ولا لا. عندي امر شو ابلكيشنز ستاتس، انا عايزه اتشيك على انهي ابلكيشن اللي اسمه السي اس انتر. قال لي لا هو لسه انيشلايزنج، المفروض لو قام هيديني كذا سيرفيس كده وكل السيرفيسز المفروض ان هي تكون راننج لغايه ما تقوم بقى. لو قلت له هنا شو انترفيس انتر، لقيت ان الكارت بتاعي اللي اسمه هو ده الاي بي بتاعه 192.168.64.200 اللي اسمه جيج اثرنت 0. لو عايز تغيره بتنزل تحت الانترفيس وتديله اي بي عادي كونفيجريشن مود تحت الانترفيس اي بي ادرس اوامر مش لينكس انا اسف اوامر سيسكو عاديه. تمام. طيب نتشيك بس كده على السيرفيس قامت ولا لا لسه، هو زي ما اتفقنا بيقعد شويه كده تمام لغايه ما يقوم بقى نقوم الراوتر. اول خطوه ثانيه زي ما اتفقنا ان الراوتر ده ماست ان هو يكون عليه اي بي في نفس النتورك اي دي بتاع الاي سي السيرفر عشان يبقى فيه كونكتيفيتي ما بيننا. تمام. فهنزل تحت الانترفيس بس 0 على 0 اي بي ادرس 192.168.64. احنا اتفقنا ان انا هديله كام زي مثلا 201 ونو شت داون. اتست كده على البنك 192.168.200 هي السيرفيسز اه صحيح لسه ما قامتش بس المكنه نفسها قامت الانترفيس نفسه قام في كونكتيفيتي. اوكي اول حاجه دلوقتي بقى عايزه تستع او اول امر اشغله امر اسمه ان انا عايزه اشغل السيرفيس بتاع مين الامر ده المفروض ان هو ليه باتش اوف كومنتس باتش اوف اوبشنز ليه اوبشنز كتير عشان نشوف كل الاوبشنز بتاعته كده. ايه ده ده انا ما عنديش ولا اوبشن غير ايه غير موديل. الامر ده هو اللي هيفعل اصلا عمليه التريبل اي، بمعنى مجرد ما انا كده فعلته هقول له تريبل اي مسافة. بص المرة دي لو استخدمت الهيك بانش اوف اوبشنز مجموعة كبيرة من الاوبشنز، يبقى الاوبشنز دي ما اتفعلتش الا لما قلت له ايه في الاول تريبل نيو موديل. تمام. اول امر هنستخدمه دلوقتي مع بعض اوثنتيكيشن. انا عايز اشغل التريبل اي، ما احنا اتفقنا ممكن اشغله في عملية الاوثنتيكيشن او الاوثرايزيشن او الاكونتنج. انا عايز اشغله دلوقتي مع الاوثنتيكيشن. تمام. انا عايز استخدمه في ايه؟ ممكن استخدمه في عمليه اللوجن وده اللي انا هعمله دلوقتي، او ممكن استخدمه في عمليه الانيبل يعني اي حد وهو داخل على الانيبل مود يروح يتشيك على اليوزر نيم والباسورد على الايه على التكاكس السيرفر او على الريدي السيرفر. ممكن استخدمه مع بروتوكول دوت 1 اكس، ده هخلص التوبيك ده وده التوبيك اللي بعديه على طول. الدوت 1 اكس معتمد على التربل اي. تمام. انا دلوقتي استخدمه في عمليه مين اللوجن، يا اما اكتب كلمه اي كلمه انا عايزاها يا اما اكتب له ديفولت. طب انا هكتب ديفولت واديني بس 5 دقائق ماكسيمم وهعرف ايه الفرق ما بين الاثنين واعرف امتى استخدم ده وامتى استخدم ده. تمام. لو استخدمت الهيلب قال لي حددي لي بقى انت عايزه الاوثنتيكيشن بتاعك تروحي تجيبيه منين، فبقول له هنا جروب. تمام. انا من حقي ان انا اديفاين لغايه 4 ميثود، بمعنى لو انا قلت له دلوقتي ديفولت جروب مسافه، انا عايزه دلوقتي اوثنتيكيت اجينست ايه، ممكن ريديوس وممكن تكاس او ممكن ايه لاب سيرفر، اللاب سيرفر ده اللي عملناه لينكس قبل كده او ده اكيد او كده كده ده اللي هو بتاع الاكتف دايركتوري. عشان كده بقول لك ان اليوزر اصلا ممكن يوثنتيكيت اجينس يا اما تكاس يا اما ريديوس يا اما انتب. تمام. انا هاوثنتيكيت دلوقتي اجينس سي مثلا، خلينا في الافضل سي مثلا هاوثنتيكيت اجينس مين ريديوس تكاس. تمام. لو استخدمت الهيلب ايه ده؟ ده بيكرر الاوبشنز تاني، ما انا ممكن اقول له جروب كمان ريديوس. ايه ده بقى؟ لو انا كتبت الامر بالمنظر ده، ده معناه ان اليوزر وهو بيلوجن على الراوتر، الراوتر هيبعت اليوزر نيم والباسورد لمين؟ اللي هي الكريدنشالز لمين؟ للتكاكس سيرفر. لو التكاكس سيرفر رد عليا وقال لي اليوزر نيم والباسورد دول غلط، خلاص الموضوع انتهى. تمام؟ لكن لو التكاكس سيرفر واقع اليوزر ذنبه ايه؟ اليوزر فعلا بيكتب اليوزر نيم والباسورد صح،
ساعتها لو التكاتس واقع مفيش كونكتيفيتي ما بينه وما بين الراوتر بتاعي، الراوتر هيروح يتشيك اجينست مين؟ الراديوس. يعني ممكن السيرفر دول يتوصلوا براوتر واحد بالظبط. تمام. فانا في السيناريو اللي انا كاتباه ده هتشيك اجينست مين؟ التكاتس. لو التكاتس رد عليا وقال لي عبير ان بتحاول تدخل الباسورد بتاعها غلط، خلاص انتهينا. تمام. لكن لو التكاكس ما ردش اصلا عليا، مفيش كونكتيفيتي بيني وبينه، هروح اتشيك اجينست الريديوس. من حقي ان انا اديفاين لغايه كام ميثود؟ اربعه. واحد واقع يتشيك على التاني، التاني واقع يتشيك على التالت. ده انا ممكن كمان اقول له روح تشيك على التكاكس، لو مش موجود بص على الباسورد بتاعت الانيبل، اطلب الباسورد بتاعت مين؟ الانيبل مود. تمام. او ممكن كنت اقول له لوكال. ايه اللوكال ده؟ هيتشيك اجينست التكاكس، لو التكاكس واقع هيبص على اللوكال داتابيز اللي موجود على الراوتر. وده يفضل فعلا ان احنا نعمل كده كباك دور، اكون مكريته مثلا اكونت بس للادمن، الحكايه كلها مش للناس كلها، للادمن، بحيث دلوقتي بدل ما افقد خالص الكونكتيفيتي ما بيني وما بين الراوتر، مش عارفه اللوكال خالص على الراوتر عشان هو مش قادر يوصل للتكاكس، لا انا حاطه كده ايه؟ باك دور، اللوجن باليوزر نيم اللي اسمه ادمن اللي انا مكريته لوكالي على الراوتر. فهيتشيك الاول على التكاكس، لو واقع ساعتها هيدخلني مين؟ باليوزر نيم والباسورد اللي على الراوتر لوكالي. ممكن كمان كنت اقول له نان، مش ريكومندد ابدا. ايه نان دي؟ نان معناه انه هيتشيك اجينست التكاكس، لو التكاكس واقع هيروح مدخلني على طول من غير يوزر نيم وباسورد. طبعا فين السكيورتي؟ ده كده مش ريكومندد يعني. اغلب السيناريوهات بنقول له ايه؟ تكاكس مثلا وبعد كده لوكال، او تكاكس مسافه راديوس وبعد كده لوكال. المهم دايما اعمل باك دور كده ايه؟ بلوكال يوزر نيم وباسورد، اتليست يكون اكونت واحد بس، عشان لو فقدت اتصالك بالسيرفرات دي تعرف تلوجن على الراوتر. تمام. انا هستخدم دلوقتي التكاكس بس عشان اكد لك فعلا ان هو هيدخل على مين، هيدخل باليوزر نيم والباسورد اللي موجودين على مين؟ التكاكس. طب مين التكاكس ده؟ مين التكاكس ده؟ لو قلت له هنا التكاكس سيرفر اللي هو الهوست بتاعه 192.168.64.200 والكي ما بيننا سي مثلا EST@123، ايه ده؟ ايه الامر ده؟ قال لك دلوقتي انا بحدد له عنوان التكاكس سيرفر اللي هيروح يأوثنتيكيت منه. اي حد كده يأوثنتيكيت ما بينهم؟ لا، يبقى في ما بيننا شيرد كي. هروح برضو على السيرفر. لا لا لا، مش العلاقة خالص ان هو متشفر، الفكرة ان انا هروح برضو على التكاكس سيرفر واعرفه ان في كلاينت بالنسبة لك اسمه كذا. ما خد بالك من حاجة، بين الرسمة التكاكس ده دلوقتي ده السيرفر، والراوتر بالنسبة له هيبقى ايه؟ كلاينت. فانا هاجي على صفحة الاس اس كمان شوية واقول له الكلاينت بتاعك الاي بي بتاعه كذا والشيرد كي ما بينكم كذا، الاثنين لازم يوافقوا على نفس الشيرد كي، اعتبرها باسورد ما بين الاثنين عشان يرضوا يتعاملوا مع بعض. واضحه؟ الامر ده كان ممكن اكتبه كده زي ما انا كتبته، او كن ممكن افصله على سطرين، اقول له تكاكس سيرفر مسافه هوست مسافه ده، وبعد كده في سطر تاني اقول له تكاكس سيرفر مسافه كي مسافه اسد @123. انهي طريقه مفضله عن الثانيه؟ لا مفيش واحده مفضله عن الثانيه، الاثنين زي بعض. تمام. يبقى تاني كان ممكن اقول له تكاكس سيرفر هوست في سطر من غير كي، وممكن اقول له في سطر تاني كي واحدد له كي. واضحه؟ بس الفكره دلوقتي ان انا شغاله اي او اس فيرجن 15، ابتداء من فيرجن 15 قال لي لا 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 لا، الطريقه دي خلاص بقت دوبليكيتد، هتبقى حتى دوبليكيتد، هي تيك افكت تيك افكت، بس لا بلاش تستخدميها. ليه؟ بصي استخدمي الطريقه الجديده. طب تعالى نجرب كده الطريقه الجديده ونشوف هتفرق فين. هقول له هنا تكاكس مسافه سيرفر، مش داش سيرفر، مسافه سيرفر، وادي له اي اسم زي مثلا سيسكو، وجوه هنا هحدد له الادرس وهحدد له الكي. ده انا ممكن كمان اغير البورت نمبر الديفولت. تمام. فهقول له الاول الادرس، لو استخدمت الهيل قال لي انت دلوقتي الادرس بتاعك فيرجن 4 ولا فيرجن 6؟ الطريقه القديمه ما كانتش بتسبورت فيرجن 6، فدي الميزه اللي فيها بتسبورت ايه؟ فيرجن 6. فيرجن 4 وفيرجن 6 ما القديمه بتسبورت كده كده 4، الجديد هنا بتسبورت كده فيرجن 6.
في مين الادرس بتاعي، مين السيرفر، الراوتين بتاعي، وايه كمان الكي. السيرفر كونفليكت فيلير، السيرفر اوريدي اكسست وذ ذا سيم ادرس. وانا مش كنت لغيت الامر اللي فات. اوبس، ده انا لغيت الامر بتاع لغيت الامر بتاع الجروب، مش الـ مش الـ مش اللي انا عرفت فيه السيرفر. تمام، نعملها تاني كده. تاكس سيرفر سي مثلا سيسكو، واقول له هنا ادرس اي بي فيرجن 4 192.168.200، والكي هي اس تي ات 1 2 3. واضحه؟ انا كده عرفت الميثود اللي انا هشتغل بيها، ان انا هشتغل بالتاكاكس، وعرفت مين هو التاكاكس، عنوان التاكاكس. هستخدمه في ايه؟ هستخدم الكلام ده في ايه؟ ما انا ممكن استخدمه عشان الوجن على الراوتر عن طريق الكونسول، ممكن استخدمه عشان لما الوجن على الراوتر عن طريق التلنت، عن طريق الاوكسيلري، ممكن استخدمه في حاجات تانية. تمام؟ فلازم احدد دلوقتي انا هستخدم الكلام ده في ايه. انا ناويه دلوقتي اتست على، هتست على الكونسول، يبقى هنزل تحت اللاين كونسول زيرو. مش كان زمان بقول له لوجن لوكال او لوجن؟ بص المره دي الاوامر دي كلها اختفت، ما بقاش في عندي امر لوجن، وما بقاش عندي امر لوجن لوكال. امال في عندي ايه دلوقتي؟ لوجن اوثنتيكيشن. الامر اختفى ليه؟ اول ما بكتب تريبل اي مسافه نيو موديل، الامر بتاع لوجن لوكال ده اساسا بيختفي. ليه؟ خلاص انا مش بلوجن لوكالي بقى، انا بلوجن منين؟ من التكاكس سيرفر. طب افرض عايزه لوكالي، مش وانا بكتب الامر بلاش كلمه جروب تكاكس، اجي هنا اقول له ايه؟ لوكال. الدنيا بتتغير خالص. تمام؟ فانا هقول له الطريقه اللي انا استخدمتها كان اسمها، هو انا اديت لها اسم ولا سبت على الاسم بتاعها اللي هو ديفولت؟ ديفولت. ايه ده؟ معنى كده ان انا ممكن اديفاين اكتر من ميثود، وكل ميثود اديلها اسم، وكل ميثود فيها هستخدمها عشان حاجه معينه. واحده استخدمها عشان التلنت، واحده استخدمها عشان الاوكسيلري، واحده استخدمها عشان الكونسول. تمام؟ يبقى انا لو كنت استخدمت كلمه معينه وعايزه الميثود دي هي اللي هستخدمها تحت اللاين كونسول، هكتب الكلمه اللي انا استخدمتها هنا. والديفولت على فكره هي ديفولت، يعني الامر ده من الاخر انا ما كنتش محتاجه ان انا اكتبه. بص كده، لو قلت له شو رانينج كونفيج السكشن بتاع اللاين كونسول، هلاقي الامر ده انا لسه ضغطه انتر قدامك ما تطبقش، او بمعنى ادق اختفى، وطبق واختفى. ليه؟ ده الديفولت، ما كنتش محتاجه كده. واضحه؟ انا كده خلصت شغل على الراوتر. تمام، تعالى بقى نكونفيجر الاي سي اس. الاول كده هروح هنا للاي سي اس، شو ابلكيشن كده عشان اتشيك على السيرفيسز بتاعتي قامت ولا لا. اه تمام، كلها رانينج. لو لقيت واحده لسه فيهم عاده دي اللي بتتاخر قوي. تمام، اصبر عليها، اديها 3 4 دقايق كده. كده السيرفر بتاعي قايم زي ما قلت لك، عايزه امانجو همانجو عن طريق براوزر. فاجي انا اقول له https://. الاي بي بتاعي 200 على ACS admin، على ايه؟ ACS admin. انتر. طبعا لما اكون لسه انا مسطباه هيطلب مني تاكيد للسيرتيفيكت، لان هو شغال HTTPS وانا مش تراستد في السيرتيفيكت. تمام، فانا كل اللي فيها ان انا هكونفيرم السيرتيفيكت واقول له اد اكسبشن عشان ينفع ان يدخل. هدخل باليوزر نيم اي سي اس ادمن، الباسورد، الباسورد بتبقى كلمه ديفولت. الباسورد ايه؟ كلمه ديفولت. بس دي اول مره بلوجن فيها على الاي سي اس، مجرد ما بلوجن بيها بيطلب مني تغيير الباسورد، فعشان كده انا اوريدي مغيره الباسورد.
ده صفحة المانجمنت بتاعت مين؟ الاسيس. تمام؟ انا محتاجة هنا خطوتين للحكاية كلها بس كعملية تنظيمية مش اكتر. هدخل الاول تحت نتورك ريسورسز، زي ما قلت لك هو بيديني 90 يوم بقي عندي 86. تمام؟ هاجي هنا في الاول تحت لوكيشنز، الخطوة دي انا مش محتاجة ان انا اعملها، جاست عملية تنظيمية. هقول له اد لوكيشن. ايه اد لوكيشن؟ انا ممكن بعض الراوترز تبقى موجودة في كايرو، بعض الراوترز تبقى موجودة في زجزج، بعض الراوترز تبقى مش عارفة فين. تمام؟ فهاجي هنا اقول له كريت لوكيشن، واسمي اللوكيشن ده مثلا زجزج. اوكي؟ سبميت. لو دخلت تحت اد لوكيشنز كده ظهر تحتي، ممكن اكريت واحد كمان تحتي. يعني زجزج ده بيبقى بيمثل مكان الراوتر بالظبط. او بمعنى ذلك انا دلوقتي بجهز الهايرارك، الكلاينت دلوقتي اللي هو الراوتر هضيفه تحت الايه؟ اللوكيشن ده. مش مصر. عملية تنظيمية ليك انت مش اكتر. سيب انت بتمانج 200 300 400 راوتر. فعملية تنظيمية ليك انت مش اكتر. تمام؟ ممكن كمان احدد الديفايس تايب، برضه دي خطوة اوبشنال انا مش محتاجاها. يعني ايه؟ هحطهم كاتيجوريز. الراوترز هحطهم في كاتيجوري اسمه راوترز، السويتشز هحطهم في كاتيجوري اسمه سويتشز. تمام؟ فممكن اقول له هنا كرييت ديفايس تايب واسميه مثلا راوترز. تمام؟ هحطه تحت البيرنت اللي هو اول ديفايسز. اوكي، ما عنديش غيره اساسا. لو نزلت تحت البيرنت كده فعلا ظهر عندي كاتيجوري. اوكي، الخطوه المهمه بقى دي بقى ماست، انك هتحدد التريجر.